سما صفا يسوى نو اذا شي غتسولي انك كانت الفرح دم قرن دم لا يذو هن كو دو ميس ست مزيان عرفتي لي زاليت مزيان سلا يسمو هنا الزاير ميس زوارا صوفن تصب حيث بس انا غالي النص ليش نتمنى اختار عرفتي فين نتفكا نيل مزيان احمد بوشلوش يوضن 27 يسوى سن ذي العمريس المزيان كيان وفانت ذي الشط ساركوف ذي عين طايا املو نتمنى اختار الزاير ثمان اختار تنمي عراق ويغرق امنزو قضيه ذي لشضوض نرغايا في الاسيا فورب دوك سنت النظام دوك سنت نتزمرت وغافي اليوم تمهلت وشراد مهير مفاد كورونا في دان سان دوك مراحل كيتانيا ذي باب الواد ذي ثمانخ عند ديو كذ وسلوين تسقموت نوسفقن ميال كورونا غاف ثمان وغليف نتزمرت ماس جمال فورا لكن أزال 60 مليار و500 ألف نتجر من إكلان كفاسن النار وتليو 5 مليار نتجر من ذو قور يونيو أجي أينيغ جن أنز أمشوار ذو قفديهم يالو الفاذن كورونا سيالة لصنف مليونين و500 ألف جرعة وحنا حتى شهر جوان راح نكون عندنا 5 ملايين جرعة يعني راح تسمح لنا باش كما قلت نفوتوا يعني إلى مرحلة يعني كبيرة من الحملة وتدعيم راح يكون على مستوى الفضاءات وعلى مستوى الوحدات الصحية القاعدية ولا حتى قادرين يعني نفتحوا فضاءات أخرى باش نسمحوا للتلقيح لكل المواطنين عمرهم 18 سنة فما فوق. أماكن ديو كذا جمال فورال غافيريون وشراض ميال كوفيد 19 لكن يال في شراض هنا تيدي ديلان ريجيون نوزال والزير أدوية في شراض إقلان ضقمر كل لقاحات يعني متساوية ما واحد يقول لك هذا سبوتنيك ولا هذا أسترازينيكا ولا كل لقاحات متوازية فيما يخص يعني الإضافة اللي تجيبها على مستوى الصحة يعني احنا نجيبوا كل لقاحات حسب الموجود يعني على مستوى العالم السوق العالمي ان شاء الله راح تكفينا ان شاء الله باش نغطيو كل احتياجات تاعنا ان شاء الله ديما يكذو في فاذن كورونا كوفيد 19 ثقذي مقرون قلان هذه تنهلا نت زمرت ذي الولاية نت بسا سال ألوين لحالات كورونا سيال لصنا في ناس أم يل ثوالين الولاية سي الولاية جردون طون مقرون من كورونا سليم مدريد يغالة سويك لحقنا الى تسجيل 28 حاله ايجابيه مؤكده مخبرين في يوم يعني في 24 ساعه ويقابلوا من جهه اخرى حاله استشفاء 58 شخص يعني كانوا تواجدوا على مستوى المصالح كوفيد على مستوى الولايه بعد تجمعات يعني تنعدم فيها هذه الوسائل الوقايه والناس ما تحترمش البروتوكول يعني البروتوكول صحي رانا نحاولوا نراقبوا مدى تطبيق تاعو رانا في كل الحالات رانا نبلغوا المصالح المعنيه بكل التصرفات اللي رانا نلاحظوها في الميدان وراهي يعني في المقابل كاين هناك اجراءات راهي تتخذ في اتجاه يعني اتجاه هاد الاشخاص ولكن نشوفوا بلي مازال يعني مازلنا بعاد على المبتدا دوك سنت لا نظن يفعل ردو سفر طماطيش وثغالد سلغلا يصفرح هذه الولايات نمالو ميفذن في لاس امشي لقنا في دن في لاس امشي لقي في اللحن يزران بيزاد لقدي شاكيان سكو سكيان اوغيان 500 نيف اللحن يكف الدن فوس ذك فوس رشيد مشور بيك والحميد عوا دوان سويك أزال أن 3130 هكتار ذم راح نتفر كايتس في الدني المند نوزو انطمطيش أو سقواسي عدان ذي الولايات ثم لو نتمورث عند عيد سفغون وغير مليون ذن نفس نقنطار انطمطيش أجيان ذين جان إقدشن أذم ليلان وكان أسقرشن مكاس نرني نحريش أجيان نشوف العام اللي فات خدمنا 24 ألف قطار خدمنا فيهم 19 مليون و400 قنطار والعام هذا يا احنا رايحين ان شاء الله ل 25 الف 25 مليون قنطار 27 نخدموها ب 27 الف
أقطار. 2600 هكتار العام الماضي، سنة رانا تجاوزنا 3500، رايحين نلحقوا حتى 4000 هكتار إن شاء الله. يعني المساحة راهي في تزايد، مما حتى في الإنتاج جديناها أول ولاية على مستوى قطر الوطني في الإنتاج العام الماضي، وإن شاء الله تكون السنة في نفس الريتم تاع، إن شاء الله نكون الأوائل إن شاء الله بإذن الله. في مناظين نمالون الزيارة صوضا تدارن 16% نسوفا غناو وسالة سنرنيون وحري شاقيا نسيف سيس ني تفتارون إلاقن صوضا نمضبرون أذ سنرني نسوفا غنا الطماطيش نطبوات سوزال نحدشنا 1080 ذقوس. فيما يخص الطاقة التحويلية على المستوى الوطني، هذا السنة عرفت فتح مصانع جديدة، عرفت توسيعة، وبالعام اللي فات كان عندنا 40,000 طن يوميا طاقة الاستيعاب والتحويل على مستوى الوطني. العام هذا كان هناك 24 محول اللي راهم انضموا لبرنامج ونخرطوا في برنامج تحويل بطاقة استيعاب تفوق 45,000 طن يوميا. أسنرني وسفاغ يعاون فلاحي وكنا ديار الغلاء يلهان وذي لوان وانداكش من أويرن 500 فلاحان ذو قهيل نسفاغ ويقيا ذينا استورشن 3 سنة تمور ثناخ. اللي عدي وين ذا قومي سيث مزيغ تعطي لزاهم زوي سنة مهنة الزيار ودنو غالي أسامة. شكرا جزيلا.